شكرا سيد الوزير. احنا متفقين معكم السيد الوزير على انه دستوريا وكنقدروا عند الحكومه انها ما باغياش تحكم في هاد الدوزيم، لكن راه كاينين ناس اخرين السيد الوزير اللي كيتحكموا في هاد الدوزيم وضدا على اراده الشعب وضدا على اراده طموحاتنا جميعا في التغيير المنشود. دمقراطة الاعلام اللي هو مدخل اساسي للتنميه، ضمان فرص متكافئه للولوج. اليوم السيد الوزير ما غنقولش معكم على ان الدوزيم كتخاص من الهويه ديال المغاربه وكتعرف شنو كتغطي وشنو ما كتغطيش. ما غندويش معكم السيد الوزير على انه كتقاطع الانشطه ديال الاحزاب اللي عندها تمثيليه واختار الشعب. ما غندويش معكم السيد الوزير على انها تحولت الى اداه للتشويش على المنجزات ديال الحكومه. غندوي معكم على تحول خطير سيد الوزير المحترم، انها تحولت الى اداه لنشر الفتنه في البلاد، وتحديدا في برنامج ديال مباشره معكم اللي تخصص ومنعقد حتى دازت 10 ايام وزياده على القرار الجريء ديال الحكومه ديال وقف التنفيذ 15 مليار ديال الدرهم، وجابت فهو واحد روبورتاج ماشي تصريحات اللي يمكننا نفهموها ويمكن لها انها تكون كلها من راي واحد، ما كاينش مشكل نتحملوها، لكن انها تجيب جوج روبورتاجات وفق سيناريو مدروس بمراحل محدده من وراها عمل، وراها رؤيه، وراها هدف، وراها رساله. سيد الوزير المحترم، هذوك الشركات كنعرفوهم شكون هما، كنعرفوهم بينهم مسخرين، كنعرفوهم بينهم مستافدين من الملايير ديال الصفقات العموميه. سيد الوزير المحترم، بكل اختصار بغيناكم تفتحوا تحقيق في الروبورتاج المذكور وتطيحوا بالعفاريت والعفريتات لمراهد العمل الاجرامي، وتوريوا المغاربه حنه يديكم بعيدا عن المنطق ديال بويا عمر ولا غيره. هذا المال ديال الشعب، هذه الاراده ديال المغاربه، هذه الصوره ديال المغرب امام العالم، هذه رده، هذه انتكاسه، هذا طرد ديال المستثمرين الاجانب باش يتقوى الاقتصاد الوطني ونقضيو على المعضلات الاجتماعيه والاقتصاديه. تحملوا مسؤوليتكم السيد الوزير المحترم باش انكم تطبقوا القانون في اقرار التعدديه وتحاسبوا المخلين بهذه المبادئ، وتحديدا في الروبورتاج المذكور. والسيد الوزير غنرجعوا معكم لهذا الموضوع ان شاء الله. شكرا سيد النائب المحترم، كلمه لكم سيد الوزير للرد على التعقيب، تفضلوا. اولا الحمد لله المستثمرين الاجانب ما كيخضعوش للاعلام. التقرير ديال التنافسيه اللي صدروا دافوس حسن ترتيب المغرب بخمس نقاط، وعاد صدر هذا الاسبوع، وللاسف انا كنقول الاعلام ديالنا ما غطاش. ربحنا ثلاثه نقاط في جوج نقاط. بيت القصيد وهو ان النهوض بالاعلام العمومي، لان القضيه فشرت انا بحكم ان القطاع مندرج في اطار قطاع يعني المؤسسه، اتصلت وطرحت المشكل على اساس انه غير مقبول اطلاقا مهنيا. مهنيا في روبورتاج في كل دول العالم لا يمكن تجيب راي واحد، وكان هذا اعتراض تم التعبير عليه بكل وضوح بغض النظر على التداعيات ديالو الاقتصاديه والسياسيه. شكرا. انا اطرح هنا هذا الموضوع، راه عندنا في اللجنه ديال التعليم والتربيه غادي نجيو نناقشوه بتفصيل.